ثم قال وأمر بالعرف. وأمر بالعرف، ما هو العرف؟ العرف المعروف، الشيء الطيب، الشيء الحسن، ما أقره الشرع أؤمر به، أؤمر بالحسن، أؤمر بالكلام الطيب، يعني ليكن لك دور في المجتمع، كيف تتعامل مع الناس، أؤمرهم بالخير، أؤمرهم بالمعروف، دلهم على الخير، اسعى لهم في الخير، هذا معنى وأمر بالعرف. أؤمر بالعرف يعني تعامل مع زوجتك. هذه أيها الإخوة، كل هذه الآية كلها تدور في التعامل، كيف تتعامل مع زوجتك بالخير، حثها على الخير، حث أولادك على الخير، دلهم على ما ينفعهم، دلهم على ما ينفعهم في الدنيا وينفعهم في الآخرة، وجيرانك وأصحابك وكل من تراه أمر الناس بالخير، لا تأمرهم بالشر، أمرهم بالخير، دلهم على الخير وجنبهم طرق الشر. وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قد تجد أحيانا في التعامل بالعرف والتعامل بالمعروف تقابل بجهل بالكلام أو السب أو نحو ذلك، أعرض عن الجاهلين. يقابلك شخص بكلام لا يليق، فاصبر وأعرض عن الجاهلين. لا تقابل السفه بالسفه، ولا تقابل الجهل بالجهل، هذا معنى وأعرض عن الجاهلين. والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما معنى سلاما؟ أي أنهم يسلمونهم، يعني ما يقابلون الشر بالشر. خاطبك الجاهل بجهل وسبك وشتم ونحو ذلك، قابله بالكلام الطيب، هذا معنى قالوا سلاما، أي سلموا هذا الجاهل كلاما طيبا. هو يقابلك بالشر وأنت تقابله بالسلامة، يقابلك بالشر تقابله بالخير، تقابل بالخير. يعني إذا جهل عليك، إذا عاملك بمعاملة سيئة، إذا أخطأ عليك تجاوز وكأن لم يكن شيء، كأنك لم تسمع، كأنك لم ترى، كأنك لم تشاهد. هذه إخوان حقيقة فيها صعوبة شوي في الحياة، لكنها تحتاج إلى توطين، تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى تعويد. النفس ضعيفة، تحتاج إلى تمرين، تمرنها كيف تتعامل مع الناس الآخرين. الناس ليسوا على درجة واحدة، من إن تأمره بالخير وتدله على الخير يتقبل منك ويشكرك ويدعو لك، ومنهم من تأمره بالخير يسب ويشتم ويرد عليك، لابد. ولذلك قلت هي أم الأخلاق، كيف تتعامل مع مثل هؤلاء.